الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله، ويبلغنا وياكم ليلة القدر بإذن الله. بداية أنا أحب أشكر جمهور الزعيم على متابعته وتشجيعه لي، الله يعطيكم ألف عافية. وأحب أيضا أشكر إدارة النادي والكويت الصادقة معي بكل أمانة، وأيضا أحب أشكر شركة بوب العربية تسهيل جميع الأمور، توفير جميع الأمور لي، الله يعطيهم العافية. وإن شاء الله انتظروا تقرير كامل عن إصابتي في موقع بوب العربية. وأيضا أشكر الدكتور مبارك المطوع على حرصه وتقديمه بعض النصائح لي عن الإصابة، الله يعطيها العافية. شكرا للجميع.